ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور عبد الوهاب العوج. أهلا بك دكتور. ما النتائج المتوقعة برأيك للقاء التشاوري لمجلس النواب؟ أن اللقاء التشاوري هو يعني شيء جيد، وأتوقع أنه ستضع النقاط على الحروف، لأن هناك لغط ومحاولة التضليل من قبل بعض أعضاء مجلس النواب. نعم. الذين يريدون أن يهتموا بالشكليات ويتركون الدور الرقابي والدور التشريعي أمام حكومة فاسدة لم تقدم موازنات منذ أن شكلت هذه الحكومة، لا تلتزم بالقوانين، لا تشكل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، تخالف قانون الاتصالات وقانون الاستثمار، كل أعمالها مخالفة. فالبقية الباقية من الشرعية اليمنية هي في هذا المجلس المنتخب، وبالتالي فمقاطعة الجلسة التشاورية هو يعني اهتمام بالشكليات والبعد عن روح المجلس الذي هو ينص على أن يكون عضو مجلس النواب مدافعا عن الشعب اليمني وعن سيادته وعن سلامة أراضيه وعن وقوفه أمام قضايا الفساد. فهذا الفساد المستشري في الحكومة، حكومة الدكتور معين عبد الملك، يجب ألا يعني يهتم عضو مجلس النواب بأنه لم يجتمع داخل الأرض اليمنية، وكأنه يريد أن يعطي الإمارات والسعودية مبرر لعدم انعقاد مجلس النواب في الداخل اليمني، فعلى أقل تقدير أن ينعقد في الفضاء الإلكتروني كما حدث في جلسات لمجلس القيادة الرئاسي والذي هو عدد 8 أعضاء، وكان من المفترض أن ينعقدوا على أرض الواقع، لكن أكثر جلساتهم هي في الواقع الافتراضي وفي الفضاء الإلكتروني. فاهتمام الشكليات من قبل بعض أعضاء الحزب الاشتراكي والناصري يدل على عدم فهم لجوهر طبيعة عملهم كمجلس تشريعي ورقابي يقف أمام قضايا الفساد ويضع النقاط على الحروف. لا أتوقع لهذه الجلسة التشاورية أن تخرج بقرارات بقدر ما هي تعرية لفساد حكومة معين عبد الملك وإظهار أنه يخالف كل القوانين القائمة في الجمهورية اليمنية. نعم، هناك خبر يقول أن هدف الجلسة التشاور وليس إصدار أي قرارات. طيب، موضوع آخر، هناك مطالبات شعبية كثيرة تطالب بوقف الصفقات ومحاسبات الحكومة، برأيك هل سيكون لهذه الضغوط تأثير؟ طبعا التأثير أخي العزيز هو تأثير واضح في المجتمع اليمني، بأن الشعب اليمني أصبح يعني لا يثق في هذه الحكومة، وكذلك الحال حتى في مجلس القيادة الرئاسي الذي مر عليه أكثر من عام لم نرى له قرارات على أرض الواقع، لم نجد له أي التئام أو حتى يعني فض النزاعات والاشتباكات داخل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مما ينعكس على فساد الحكومة التي تتكئ على موقف الإمارات أو موقف السعودية من بعض القضايا. هذه الجلسة التشاورية لا يتوقع أن يتخذ فيها قرار، وكما تعلم هناك يعني تجاذبات داخل مجلس النواب من خلال رهن السيادة اليمنية للكفيل الإماراتي، وهذا طبعا خطأ كبير. يجب أعضاء مجلس النواب أن يكونوا أمام المناطق التي يعني انتخبتهم وأمام الجمهور اليمني مهتمين بالشفافية ومحاربة الفساد وتمثيل اليمنيين في مجلس رقابي تشريعي. أما أن يهتم بشكليات الانعقاد ومكان الانعقاد فكأنه يعطل أعمال المجلس، الذي يعني أتوقع أن الإمارات لا تريد لهذا المجلس لا أن يلتقي في الفضاء الإلكتروني ولا أن يلتقي في أرض الواقع، وأن لا يكون له أي دور تشريعي أو وقوف أمام الرقابي أمام قضايا الفساد. دكتور عبد الوهاب، هل ترى أن هذه أو هذا الموقف يعد اختبار حقيقي لأعضاء مجلس النواب ليثبتوا للشعب أنهم في صفه؟ طبعا هو أكيد من المؤكد أنه اختبار، واختبار حقيقي ومحك لكل عضو أن يضع نفسه في الموضع الذي يريد أن يكون فيه وأمام ناخبيه وأمام الشعب اليمني. فالكلام الذي المنمق الذي يطلق من بعض اليساريين أو القوميين إذا لم يجد له مواقف رافضة للفساد ولما يحدث الآن في رئاسة الحكومة من قضايا فساد في الكهرباء، في النفط، في الاتصالات، خاصة وأن شركة الاتصالات التي منحت لهذه الشركة التي لا تعمل في هذا المجال هي تمس السيادة اليمنية وتمس الأمن الوطني والقومي. نعم. لليمنيين يعني. نعم، إذن هذا هو محك حقيقي كما ذكرت. الدكتور عبد الوهاب العوج المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.